النهاردة ترأس وزير الخارجية سيد سامح شكري الوفد المصري المتوجه إلى العاصمة التنزانية دار السلام. ليه؟ لنفس ذات الكلام اللي كنت بقولك عليه من شوية. تقولي بس احنا ما عندناش أي توترات الحمد لله مع تنزانيا. ما ده اللي أنا عايز أقوله لك. مصر دائما كانت صاحبة اليد الخضراء، يعني اليد التي تمد يدها بالمساعدة وبالسلام وبالتشجيع وبالتعاون. مصر ما بتحبش الحرب، مصر تاريخيا ما بتحبش الحرب، اضطرتها وشدتها للحرب زي بالظبط كده أيام رمسيس الثاني. ما بتحبش الحرب، لكن كانت لازم تقضي على الحيثيين خلاص. حاولنا مرارا وتكرارا، ما فيش حل غير ان احنا نخلص عليهم تماما، تبدهم عن بكرة أبيهم. هتعمل إيه؟ مصر طول الوقت مش بس مع دول الجوار، مش بس مع الإخوات في القارة، مش بس مع الإخوات في الإقليم العربي، هي مصر طول الوقت صديقة للكل، بل بالعكس هي تبحث عن صداقات الكل، تبحث عن علاقات جيدة مع الكل. تعال أنا ممكن أضرب لك مثل بعلاقات مصر في أمريكا اللاتينية، علاقات مصر في وسط آسيا. ايه العلاقة اللي ممكن تقوم ما بين مصر وما بين الهند تدفع انها تبقى علاقة وحشة اطلاقا؟ العلاقة جيدة جدا، علاقة صداقة وتعاون وشراكة. الصين، روسيا، البرازيل، يعني نفس المسألة. عندما تجد مصر ان هناك اوجه من التعاون ومد وتثبيت اواصر الصداقة والاخاء مع الدول، مصر مش هقولك ما بيبقاش عندها مانع، لا بتجري على ده. فتجد ان وزير خارجيتنا موجود في دار السلام عشان احتفالية تدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري. السد اللي اتعمل في تنزانيا واللي بينفذه التحالف المصري على نهر رفيجي في دولة تنزانيا، السد اللي اتعمل بتكلفة 3 مليار دولار، يجسد ايه؟ يجسد أولا المحبة المصرية لمساعدة الأشقاء ودول الجوار ودول إفريقيا بشكل خاص، كمان الإصرار المصري على خلق تعاونات وشراكات دائمة وممتدة، الإيمان المصري الراسخ تاني هنا بقى في الذهنية المصرية، ده واحد، في الإرادة السياسية المصرية، في العقل الجمعي المصري على انه لو هنقدر نساعد هنساعد. بعد ده اقول لك القدرات والامكانات بتاعت الشركات المصريه، بس اللي فات هو الاهم والاقوى والابقى. امكانات الشركات المصريه الحقيقه ما كانتش محتاجه برهان، لكن كان مهم قوي انه احنا في مصر واخواتنا كلهم، حلوه كلهم دي في افريقيا، يعرفوا احنا مش ضد حد، ولا ضد التنمية لحد، ولا ضد مساعدة حد، ولا ضد نمو اقتصاد حد، بل بالعكس احنا مستعدين دايما للمساعدة، وشركاتنا جاهزة، عندها الخبرة وعندها الإرادة والقدرة. خلونا ناخد معانا على تليفون سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. بخصوص هذا السد جوليوس نيريري والعلاقة ما بين مصر وتنزانيا، ويمكن المذيع قال انه ان كان في هذا الامر اشارة فهو اشارة تثبت للكل ان مصر مع نمو وتنمية كل دول افريقيا دون استثناء واحد. لا شك ان دور مصر في القارة الافريقية هو دور محوري ودور يتميز بالتعاون في كافة المجالات، وده نلاحظه ان في خلال السنوات القليلة الماضية، وخاصة عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي في عام 2019، كان هناك دور متنامي ومتعاظم بين مصر وبين دول وشعوب القارة في كافة المجالات، سواء كان المجال الامني او المجال السياسي او المجال الاقتصادي او المجال الاجتماعي، شقي الصحة والتعليم. هذا السد بيجسد التعاون الإيجابي والبناء بين مصر وإحدى الدول الأفريقية بالنسبة لنهر ذات طبيعة دولية، وهو نهر بالتالي السيادة عليه سيادة مشتركة،
مثله مثل مياه نهر النيل، مثل نهر النيل، وبالتالي المشاركة هنا شراكة للمصلحة المشتركة، وبالتالي يعني بيتم في إطار المواثيق والقوانين والاتفاقات الدولية التي تؤكد على ضرورة أن يكون هناك يعني نوع من العلاقة اللي بتحكم استثمار الموارد المائية بشكل منصف وعادل، وفي نفس الوقت دون أن يحدث ضرر لأي طرف من الأطراف. الدور المصري في هذا الصدد بالنسبة لسد جر السندريري بيجسد هذا التعاون، بيجسد كيفية تطبيق القانون الدولي والعلاقات فيما يتعلق باستثمار الموارد المائية طبقا لهذا الأمر، لأن المواثيق والاتفاقات والقانون الدولي هو اللي بيحكم العلاقات بين الدول، وبالتالي بيجسد أيضا أن هناك شراكة في عملية التنمية بما يحقق مصالح كافة الأطراف وليس طرف دون الآخرين. وده واضح أن الدور المصري في هذا الاتجاه دور واضح ومعروف وبتلتزم به مصر منذ فترات طويلة وحتى هذه اللحظة ومستقبلا، لأن دي مبادئ أساسية بتمشي فيها بتلتزم بها مصر في تعاملها مع الدول الجوار ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة، بل وأيضا في إطار علاقتها الدولية في محيطها الإقليمي سواء كان الأفريقي أو العربي أو في الإطار المتوسطي. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، ده كلام فعلا مهم جدا. انظر إلى الدور المصري في إفريقيا تاريخيا.